تفتح فمك بالطيب ولا افتح لك امه؟ طيب يا جماعة الخير، الفيديو هذا قد يكون اخر فيديو في قناتي، الا اذا امي انا عارف انك قاعد تفرجي الفيديو الان هذا. الله يخليك، اطلع من الفيديو لانه حتصير مشاكل لو كملتي للنهاية. الغرفة مرتبة. دقيقة ها، مرتب الغرفة بس. انت كده مرتاحة يا امي، انا عارف الغرفة مرتبة، الامور طيبة يا امي، الان تقدر تطلعي بسلام. خلاص انت الان مبسوطة، انا عارف اني رتبت الغرفة لحالي بدون ما تكلميني. ان شاء الله امي ما تشوف المقطع ده كامل. طبعا بالنسبة للجيتار اللي ورا كثير تساؤلات صارت عليه يا جماعة الخير. طبعا انا عازف جيتار زي كذا، اللي حاب يشوف عزفي ويشوف ابداعاتي يضيفني في السناب شات. اليوم بنزل لكم في الستوري عزف، انما ايش على كيف كيفكم، انتوا اطلبوا الاغنية في الخاص وانا بغني لكم اياها، فضيفوني حياكم الله. ابدا كلامي في تحية الاسلام، سلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي، انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد. طبعا حلقة طفولة عمر اليوم وربي مرة خطيرة يا جماعة، شوف من كثر الخطر اتعورت في صباعي، عاد تسوي لايكات لعيون الجرح، ما ادري ايش دخل، بس عشان تراضوا اخوكم المسلم المسكين التعبان. طبعا عشان انا اضمن نفسي وعشان ما يكون هذا اخر فيديو في القناة، خلنا بس اضبط الوضع مع امي. دقيقة يا اخوان دقيقة. امي بالله قفل اذنك طيب؟ خلاص امزح والله امزح. والله شكله يا اخوان احنا كل تبن يا اخوان. طيب ايش نسوي دحين؟ قصتنا كلها عن امي، والمشكله ما بقول امي عشان لا تجي تسمع عند الباب، انا اعرف امي تحبها. امي ايش في امك؟ ايش بامك ها؟ خلينا مثلا نقول نوره، لما اقول نوره اعرف انها امي. مشكله دحين اقول نوره في المقطع تقول مين البنت اللي قاعد تحنحن معاك، تحس اني قاعد اتكلم بنت. لا يا امي والله ما انا قاعد اتكلم بنت. طب اسمع، نسمي امي جعفر وربي خلاص. الله اكبر عليك. لما اقول لكم جعفر عاد انتوا افهموا هذه امي. قصتنا اليوم عمر وجعفر، عمر وامه. قبل ما نبدا القصه، اخر حلقه ما شاء الله تبارك الله طلبتكم حوالي 70,000 لايك، وصلتوا 70,000 لايك في يومين. فالحلقه هذه ليش ما نرفع الليفل شويه؟ والله القصه تستاهل يا جماعه الخير. تقدروا توصلوا الحلقه هذه 100,000 لايك، لو وصلتوا الحلقه هذه 100,000 لايك راح انزل لكم الحلقه الجايه تكون طفوله عمر، وحلقه قد ايش طولها؟ راح اقول لكم ممكن 50 قصه في قصه واحده، ولا ممكن اجيب لكم قصه حياتي كلها. وصل المقطع هذا 100,000 لايك، خلينا نشوف تقدروا ولا. والله انا واثق انكم تقدروا يا جماعه الخير. طيب طولنا في المقدمه شويه، نبدأ في القصة. زي ما تعرفين يا جماعة الخير، الدنيا ما عادها زي زمان، يعني زي قبل 10-20 سنة، لا الدنيا تغيرت تماما. وزي ما الدنيا تغيرت التربية تغيرت. الطفل اللي ولد قبل 20 سنة كذا طفل يمتاز بالقوة. ليش؟ لأنه ذيك الفترة الطفل ما كان عنده شيء يخسره، فكان يتعرض للضرب. هذا آخر شيء يقدر يسووه الأهل، ضرب ممكن يحبسوه في الغرفة ها، هذا آخر شيء. أما دحين البزورة وربي خلاص، جيب أي بزر وربي جيب لي أكثر بزر مشاغب في الحياة. تعال يا ولد جيب الأيباد حقك، تلقاه يبكي حكي. فزمان نحن ما كان عندنا شيء نخسره يا جماعة الخير. فتخيل معي عزيزي المتابع، قبل 20 سنة ما كان في ايبادات وكذا، كيف تعاقب طفلك؟ ما الا تضربه ولا ما شيء ثاني. فتخيل معايا انك انت ما عندك شيء تعاقبه به، وفوقها الطفل مشاغب كذا عبيط. طبعا انا قاعد اتكلم عن طفل اسمه عمر، عنده قناة اسمها ماكس اتش دي. انا والله اللي تعبت جعفر يا جماعه الخير، انا اسف يا جعفر، ان شاء الله انك ما تشوف المقطع هذا اصلا. من الاشياء اللي تعبت جعفر فيها لما كنت صغير، تفتكروا الدواء اعتقد حق السخونه اللي لونه ابيض، عرفتوه ذاك الكريه كريه؟ شات فتره من فترات مرض وانا صغير، فكانت امي جابت لي الدواء هذا، فانا اقول لامي ماني جعفر، ماني شاربه يا جعفر، سوي لي دواء ماني شاربه. جعفر كان يقول لعمر فك فمك بالطيب، كنت اقول له جعفر والله حستفرغ ترى حستفرغ. طبعا كلها جزء من ثانية مو نص ثانية، جزء من الثاني اللي الاقي العلبة حقت الدواء شربتها كلها، ما ادري كيف، امي دخلت يدها في فمي كبته وطلعت يدها. طبعا انا قعدت اتقزز واتقرف الين، ولا اقول لكم لا نخش في تفاصيل احسن، ما بقرفكم بقرف نفسي. اللي افتكره انه المطبخ قاعد يتنظف ثلاث ايام تتمسح على الارض من اللي سويته. يا جماعه الخير عشان هذه قصه شويه محرجه سامحوني، بس كلنا بلعنا تحميله واحنا صغار، تحميله اللي تنحط في المؤخره. يعني ما ادري ليش اخترعوا شيء اسمه تحميله، ليش معنا في المؤخره؟ ليش مو في الفم يعني؟ ليش المؤخره يعني؟ فلما كنت صغير جات فتره من فترات مرض، وما كنت احب اخذ تحميله طبيعي بالفطره، ما احب التحميله. يلا بسم الله نسدح على بطنك يا واد يلا. طبعا امي بالاسلوب جعفر بالاسلوب التيكواندو حقه يربط امي دخل امها.
يا ليت كنت مؤدب كذا واخلي التحميله تسوي تفاعلات الكيميائيه في المسالك البوليه. يا ليت كنت ايش اسوي؟ كنت اقعد انضض في السيب الين تخرج التحميله واروح عند امي اقول لهم شوف امي كانت مسكينه. طبعا جعفر واي جعفر في الحياه هذه مو بس جعفر حقي يتمنى ابنه يكون ابن صالح ابن بيرفكت ما يسبسب ما يغلط على الناس ما يؤذي الا اللي يؤذي. فانا وانا صغير كنت عبيد. جعفر كان يقول لي لا تسب. جعفر جاء جعفر جاء جعفر جاء قال صور مقطع يومي والله. طب معليش اصبر بوطي صوتي انا اسف. يا رب يعدل المقطع هذا على خير يا جماعة. فجعفر كان دائما يقول لعمر لا تسب. فأنا كنت كل ما ممنوع مرغوب يا حبيبي لا تسب خلاص أسب يا جماعة الخير. فيوم من الأيام سبيت أختي. أمي جات قالت لي عمر بلا قلة حياة لا تسب. طيب أمي خلاص ما راح أسب. أقول لك يا عمر لا تسب. خلاص يا أمي قلنا طيب. وربي لو تسب مرة تانية حيصير لك شيء مو طيب. هيا وريني شطارتك. فجأة أمي تقوم من مجلسها وأنا في مجلسي وفجأة تتجه إلى المطبخ. خمس ثواني يا جماعة الخير لقيت نفسي محشور في زاوية المجلس وأمي في يدها شيء أخضر طويل نكره كلنا. فلفل أخضر إنما إيش ريته أحمر أخضر. طب أمي تصرخ عليها تقول لي عمر أفتح فمك. أنا أقول لها تفتح فمك بالطيب ولا أفتح لك أمه إلا شوية ألاقي الفلفل وصل لين حلقي ما أدري كيف وربي. طب انا وقتها قاعد اتحسس طعم الفلفل لاحظت شيء غريب. لاحظت انه الفلفل ما هو حار يا جماعة الخير. طبعا اللي ما يعرف الفلفل نوعين في فلفل حار اللي فيه جذور كذا يكون حار مرة وفي فلفل يكون بارد بس مجرد طعم كذا نكهة حارة خفيفة. فلحسن حظي امي شكلها قضت غلط ولا السواق لما راح جاب المقادة جاب فلفل بارد وعمر ما صدق استغل الفرصة. خلاص خلاص اسوي نفسي يبكي وانا ماني قادر ابكي ما في دموع. طبعا امي بدأت تشفق علي بس لاحظت كذا شوية طالع ما في دموع قامت طلعت الفلفل من فمي وطالعت فيه. طبعا في اللحظة هذه انا طحت في الفخ. قفطتني امي والله ما مشيت عليها الحركة يا اخوان. الموضوع ما اخذ ثلاثة ثواني فقط الا فجأة امي من لا مكان تطلع بفلفلة جديدة فيها جذور. طبعا يا اخوان ما يحتاج اكمل باقي القصة والله تلحركت ذاك اليوم من جد من جد عرفت ان الله حق وما عاد سبيت بس طلعتني رجال والله يا اخوان ما عاد تسبسب ما عاد باكل فلفل حار خلاص. تعلمت الدرس. ومو بس كذا يعني انا امي جعفر خوينا في الله جعفر كان دائما يبغاني انام بدري عشان ايش اصحى للمدرسه بدري وزي كذا واخلص جدولي ومن الامور هذه. بس انا بصراحه والله يا جعفر سامحني انا ما كنت انام بدري بالليل. شايفين هذه الكاميرا القديمه اللي حالتها حاله هذا كان سلاحي السري اللي جعفر وابويا ما كانوا يدروا عنه. ابويا اشترى الكاميرا هذه اساس انه لما نسافر لما نطلع كذا ناخذ صور ذكريات يعني. فكنت اقول لابويا ابويا خلي الكاميرا عندي يا ابويا ما عليك يعني احفظها عندي اقعد العب فيها يعني. حسبني ما اعرف استخدم الكاميرات. يوتيوبر منذ الصغر يا ابويا. قبل ما اقول لكم ايش كنت اسوي خليني اقول لكم امي ايش كان جعفر ايش كان يسوي عشان يخليني انام بدري لاني كنت شقي ما انام ما اسمع كلام. فكان جعفر يصك الريسيفر ويسحب السلك وما ادري عشان خلاص يصير ما عندي شيء اسويه في حياتي. اقعد طفشان كذا لا يا حبيبي انام خلاص اصرف لي. فكنت ايش اسوي شايفين الكاميرا هذه كان جعفر ينومني على الساعه 8 9 زي كذا. فكنت انا ايش على المغرب قبل ما يجي موعد نومي شغل الكاميرا اتربع قدام التلفزيون اشغل توم وجيري واصور. كنت اصور الحلقات كامله يا جماعه الخير كان في ميموري كان في مليون حلقه على توم وجيري. كنت اصور كانت يدي تتكسر كذا يدي ثابته مثبته ما كان عندي ستاند وقتها ثابت. وكانت تجي الشغاله تنظف اقول لها شش قاعد اصور قاعد اصور. وايش كنت اسوي بعدها اخبي الكاميرا لما يجي موعد النوم اطلع الكاميرا وتحت اللحاف شغال توم وجيري. والله جعفر مسكين اقسم بالله انا اسف والله اني كنت طفل مشاغب. لا تكونوا زي يا جماعه الخير والله امكم بروها واذا كانت ميته برضو بروها وادعوا لها. طبعا انا لازم استاذن من امي قبل ما انزل الفيديو هذا فاني راح اكلمها وان شاء الله توافق لانه والله القصص مره مره حلوه اللي في الفيديو هذا. فكان هذه قصصنا لليوم كذا قصص متنوعه من جوانب الطفوله اللي عندي عن شقاوتي مع امي. فاتمنى انكم استمتعتوا بالقصه. وصلوا المقطع هذا 100 ألف لايك والله اني واثق انكم
تقدر، ضروري تفعلوا زر الجرس لانه اليوتيوب فيه مشكله ما توصل المقاطع الا للمفعلين زر الجرس. فعلوا زر الجرس عشان تكونوا اول الناس اللي تشوف فيديوهاتي وتشوف طفوله عمر والفله اللي اسويها. كان معكم عمر من قناه ماكس اتش دي، والله حب كبير لكم، قربنا على 1,000,000 مشترك، ان شاء الله نقدر نوصلها في اقرب وقت. كان معكم عمر من قناه ماكس اتش دي، السلام عليكم. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of...